أعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعاية هذا اليوم بعد أن شارك في اللقاء الأخوي التشاوري الذي استضافه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العاصمة أبو ظبي مع عدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية حيث بحث القادة مختلف جوانب العلاقات التاريخيه الوثيقه والتعاون والتنسيق المشترك الى جانب تطورات الاحداث والمستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه كما التقى جلالة الملك المعظم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واستعرض مع سموه أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتميزة وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحل